الحمد لله. ماما موجودة؟ أيوة اتفضلي. دي واحدة وعندها اللي عليها. أهلا، ازيك؟ الحمد لله. ازيك؟ اتفضل. دي واحدة. ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله. وماما عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. سلمي لي عليها قوي، وحشتني بصراحة. الله يسلم. طب تحبي تشربي ايه بقى؟ لا والله مش عايز اشرب حاجة، جايلك اصلا في موضوع. طيب نشرب حاجة. طيب الاول لا مش عايز اشرب حاجة. طيب خير ان شاء الله. بصي يا مس، انت عارفة ان انا بحبك قوي، انا واخواتي وماما، فعشان كده انا جايلك في موضوع مهم قوي. ماشي حبيبتي، ايه الموضوع؟ خير ان شاء الله. ان شاء الله خير. بس خلي بالك من نفسك. خلي بالي من نفسي؟ اه. في ايه؟ في ايه؟ بصراحة في واحدة جارتك كانت واقفة معايا وماما وقالت عنك كلام يعني ما يتقالش. كلام ايه طيب؟ بتقول عنك ان انت الصبح بتشتغلي وبعد الظهر بتدي دروس، ده غير ان انت بقى بتروحي الجامعة وبتحضري يومين في الاسبوع وبتذاكري، وطبعا عندك اولاد وبتنظفي البيت وبتروقي وبتعملي شغل البيت، وبتقول ده بتجيبي المجهود ده كله منين، بتقول انت بتجيبي الوقت والمجهود ده كله منين. والله مثلا ما كنتش حابه ان انا اقولك، بس انا حبيت ان انا اقولك في نفس الوقت برضو عشان تحصني نفسك وتقراي قران وتقولي الاذكار. الحمد لله. بص انا اقولك على حاجه، انا مش هطلب منك ان انت تقولي لي اسمها عشان انت ما تاخديش ذنب، ماشي؟ وتعتبر كده ان انت بتوقعي بيني وما بينها. انا مش هقولك، مش هضغط عليك ان انت تقولي لي عليه، ماشي؟ وفي نفس الوقت يعني الله يسامح، انا مش عارفه اقول ايه، انا اصلا مصدومه بس مش عارفه اقول ايه. فعلا انا بحس ان انا مخنوقه ومتضايقه وحاجات كتيره كده. مش مهم والله. ماما زعلانه قوي وردت غيبتك اصلا. انت طبعا عارفه ماما بتحبك قد ايه. وانا كمان والله بحبها قوي. مش عايزاكي بقى تزعلي وخلي بالك من نفسك. انا بقى همشي. طب اقولي معايا شوية. لا همشي بقى. ماما انا مش زعلانه وسلمي عليها قوي. الله يسلمك. بيه وحشتني قوي، ان شاء الله هبقى ازورك. يلا عشان تسلمي عليا تاني من بدري. مع السلامه. قولي لها ما تزعلش من اي حد، يعني ما تزعلش عشان ماشي. انا عارفه ان هي زعلانه عشاني، بس انا اصلا مش زعلانه. ماشي؟ يلا مع السلامه. مع السلامه. زمان شفتوا كده يا جماعه، الموضوع ده حصل معايا بجد بحذافيره، وكل اللي انتوا شفتوه في الفيديو دي قصه حقيقيه وحصلت معايا. بص لقيت جارتي بعتلي بنتها بتقول ان انا بنحبك، خلي بالك من نفسك. فانا قلت ايه ده، هو في حد بعت لي تهديد معاكي ولا ايه؟ فقالت لي لا يا مس، انا كنت المدرسه بتاعتها هي واخواتها، وهما كانوا بيحبوني قوي وانا كمان كنت بحبهم قوي. فبعدين قالت لي بقى جارتنا قالت عليكي كذا وكذا ومهتميه بنفسك وبتخرجي وبتعملي كل حاجه وعامله مشروع وعامله غير ما بتدي دروس بعد الظهر وحاجات كده كتير بقى. المهم والله العظيم في نفس السنه المشروع بتاعي كنت عامله انا واحده صاحبتي سافرت تركيا، والدروس جات لي قرفة منها كده، ما بقيتش حابة أدي الدروس، بقيت أعامل الطلاب معاملة مش بتاعتي، مش أنا، مش المس صفا اللي تعمل كده. فبقيت مخنوقة كده وأنا قاعدة معاهم، فقلت لهم خلاص بطلت دروس، وكانوا زعلانين مني جدا، والأهالي كلها كانت زعلانة إن أنا بطلت دروس، لأن كانوا عارفين أنا بشرح إزاي وبعامل أطفالهم وأولادهم إزاي. تالت حاجة برضو ان انا مكملتش، كان نفسي اوصل ان انا اعمل دكتوراه، بس انا خدت دراسات عليا ومكملتش على كده، مع ان كان عندي كده يعني حماس ان انا اكمل ومش عارفة ايه، بس العين بقى بتفلق الحجر زي ما بيقولوا. في نفس السنة يعني حسيت ان انا حياتي كلها فشلت في كل حاجة، بس الحمد لله يعني بسبب العين والحسد ممكن الانسان كده يدمر حياته. برغم والله العظيم انا كنت بقول الاذكار وانا بصلي الحمد لله وبصوم وبعمل كل حاجة الحمد لله، يعني ما بشكرش في نفسي، بس هي دي الحقيقة. لو عجبكم الفيديو ياريت بقى تحطولي اشتراك، واكتبولي في الكومنت لو حد حصله موقف زي اللي حصل بقى.